هذا العمل الفني ليس وليد خيال الفنانة وحده، فهناك رجل آلي يساهم في هذه العملية أيضاً. دربت شبكة حيادية على مجموعة البيانات هذه والتي أتت من أعمالي الخاصة. يوجد جهاز يحتوي على أدوات مختلفة قمت بتطويرها وأستخدمها للتأكد من أن النظام الروبوتي يفهم حقاً حركتي في الفضاء. هناك كاميرات علوية وهناك مستشعرات مختلفة تتيح جمع البيانات في حلقة متحركة، وأقوم بفحص ما يعنيه وجود نداء واستجابة مع النظام الآلي بهذه الطريقة. نحن الآن قادرون على الرسم ليس فقط في بعدين بل في ثلاثة أبعاد، ويمكننا إنشاء مجموعات بيانات للسلوك من خلال ذلك. تم ابتكار هذا العمل الفني بواسطة نايس آنتيز، وهو مستوحى من خالة حقيقية رغم عدم مشاركة أي خالة فيه. الفنانة السنغافورية التي ابتكرت هذا العمل سمت نفسها تيمناً بخالاتها. هي رسامة ومهندسة معمارية تبنت استخدام الذكاء الاصطناعي في الفن، وتمكنت من إنشاء هذه الرسوم المتحركة السريالية. فكيف قامت بذلك؟ أنت تبدأين بالفكرة أولاً، صحيح؟ مثلاً أريد أن أرسم منزلاً فوق تلة. سأفكر في المنزل، أتخيل كيف سيبدو شكله، ثم سأحاول رسمه على المخطط باستخدام أوتوكاد أو مايكروستيشن، وسأقوم بتصميم نموذج له باستخدام بعض البرامج. بعد ذلك نرسله إلى شركة خارجية تتولى التنفيذ. يعني العملية كلها تستغرق حوالي أسبوعين، لكن مع الذكاء الاصطناعي كل ما تحتاجين للقيام به هو كتابة نص وشرح نوعية الإضاءة والتأثير الذي ترغبين به، وسيستغرق تنفيذ التصميم ما بين الساعة إلى نصف يوم. الأمر رائع. أتخيل مثلاً أنني أريد أرجلاً أسفل السيارة وهناك خالات داخل السيارة، فأصف بالضبط ما أريد وكيفية تموضع الكاميرات والزاوية التي أريد أن تؤخذ اللقطة منها، وهو سيقوم بإنشاء كل المشاهد التي أريد لصنع الفيديو. أنا أستخدم رانواي، وهو برنامج متوفر على الإنترنت. أحمل كل صورة متحركة في التسلسل الذي أرغب به داخل كاب كات، ومن ثم أضيف الموسيقى والمؤثرات الصوتية، وبالتالي أحصل على فيديو طوله دقيقة. أعمال هاتين الفنانتين هي من ضمن القطع الفنية التي تعرض خلال أسبوع للفن الرقمي في أحد غاليريهات لندن. الشريك المؤسس لغاليري هوفا حدثنا عن كيفية دخول الذكاء الاصطناعي إلى عالم الإبداع الفني. هذه أول أعمال يتم إنتاجها بتحويل النصوص إلى صور. بالنسبة لمن هم على دراية بفن الذكاء الاصطناعي، من هنا بدأ كل شيء، لأنها كانت المرة الأولى التي يحاول فيها نموذج الذكاء الاصطناعي أن يتعلم ويفهم المزيد عن رؤية المبدع وأدواته. من المثير رؤية التطور الحاصل منذ 9 سنوات والفرق بين اليوم الذي يشكل منتصف الرحلة للذكاء الاصطناعي في الفن وما كان الوضع عليه في عام 2015.
هنا لدينا قطعة من تصميم بريكفاست ستوديو تتمحور حول مستويات الأكسجين في جبال روكي. يتم بثها مباشرة في وقت حصولها، ويتم تحديث البيانات من خلال الواي فاي. إنها تضم كمبيوتر كامل مع مستشعرات، وعندما تتفاعلين معها تشاهدين صورتك. لكن هناك من يعارض استخدام الذكاء الاصطناعي في الفن. نزانين مرادي فنانة ترى بأن الابتكار يجب أن يأتي من البشر وليس من الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي يعطينا فناً بنوعية هابطة، إنه مجرد رسام يفتقر تماماً لعامل الإبداع والخيال. أيمي روبسون هي رسامة استخدمت الذكاء الاصطناعي في الماضي لابتكار أعمال فنية، لكنها قررت أن تتوقف عن ذلك. أنا أؤمن أننا عندما نستخدم الذكاء الاصطناعي كمصدر أساسي لإنشاء لوحة، فإنك تفوت التفكير والذاتية وروح الفنان، وهذا بالنسبة لي يضعف اللوحة. يمكنك أن تشعري أنه بلا روح. على كل حال، فإن عصر الذكاء الاصطناعي يتطور بوتيرة سريعة، والأعمال الفنية المتولدة عن الذكاء الاصطناعي بدأت تجد قبولاً واسعاً. فهل يغير من مفهوم الفن بالكامل؟